لله راس الماء استرجعت العافيه ديالها من بعد شي 3 سنين ديال كوفيد، والحمد لله دابا كاين اقبال ديال الزوار الحمد لله. قبويا وعمرات هذا العام مزيان، وحنايا كنديروا جميع المجهودات باش نوجدوا لهم الاسماك ونقدموا لهم خدمات مزيانه، اللهم لك الحمد. وكنقولوا للزوار ديالنا مرحبا بكم، رحنا هنا قايبين الواجب، اللهم لك الحمد. قبويا وكترحب بكم، أتمنى نوعا ما كان واحد الغلاء هذا العام، ولكن على كل حال كنديروا جميع المجهودات باش نوافقوا ما بين القدرة الشرائية ديال الناس وما بين الربح ديالنا والمصاريف ديالنا، اللهم لك الحمد. ومرحبا بالجميع، قبويا واقف في انتظارك. جينا لمنطقة رأس الماء اللي معروفة بالحوت، حوت زعما صراحة زين وفيه الجودة، يعني كتاكلوا في المرصة يعني من البحر ديريكت، الامور هنا مزيانه يعني، والبحر قدامك، يعني منطقه سياحيه يعني معروفه بالجود والكرم وبزاف تاع الامور يعني اللي. الاثمنه صراحه يعني في المتناول، وشنو هو في الصيف كيكون شويه تاع الثمن، يكون شويه طالع لان ملي كيكثر الطلب كيكثر شويه الثمن. ايوا الحمد لله، واخا يعني كتاكل الجوده، كتكون الجوده وتكون الحاجه زينه، ما كديهاش في الثمن، هذا هو الاساس. كامل دورو معروفه بالحوت، وي كامل دورو فيها الحوت، فيها معروفه على الحوت، حنا في المنجي واذا ما نجيو نجيو على سبه الحوت، معروفه وهانيه والتقار، والمسجد ديالنا هنا حنا فين نصلي وكل شيء موفر الحمد لله، اللهم لك الحمد. والاثمنه مناسبه، كل شيء بخير، ما كان حتى شي حاجه اللي تضرنا، ما كان والو، حنا بخير اللهم لك الحمد، فرحانين ونمشيو فرحانين ان شاء الله. كنتواجدوا دابا في مدينه راس الماء اقليم الناظور، لواحد البلاصه معروفه بالحوت ديالها الطري والجوده ديالها العاليه والمناظر الخلابه اللي فيها. واش غادي نقول لكم، كنرحبوا بالجاليه المغربيه اللي كانت واحد العامين دازت عليها قاسحه بزاف، وكنتمنوا هذا العام كل شيء يفوت ان شاء الله ويكون طريقه جميله، وكنرحبوا بهم. ورغم زياده الاسعار حنا كنحاولوا نخليو السعر في المكان ديالو، ما نضيعش خويا وخويا ما يضيعنيش، ومرحبا بهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.